بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر، وأسعد الله مساءكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية المختصة في علم الطيور وخاصة الكناري منها والحسون، كل يوم خميس ويوم أحد على الساعة 6 مساء بتوقيت تونس العاصمة. أيضا هنالك حلقات فرعية في باقي أيام الأسبوع، كما يمكنكم متابعتي عبر مدونة سوق عمر .com وكذلك عبر صفحاتي سوق عمر على تويتر وعلى الفيسبوك وأيضا على الانستغرام. أصدقائي لا تنسوا تفعيل الجرس بعد الاشتراك في القناة كي يصلكم جديد إشعاراتنا، فسياسة اليوتيوب الجديدة تحتم عليكم تفعيل الجرس بعد الاشتراك كي يصلكم جديد إشعاراتنا من حلقات ودروس مفيدة. أصدقائي في حلقتنا اليوم سنتطرق إلى موضوع مهم جدا، ألا وهو مرض الجدري، تعريفه ثم علاجه. أولا، كثير من المربين يعتقدون أن مرض الجدري خاص بفصل الصيف فقط، وهذا أمر خاطئ، لأن مرض الجدري باختصار شديد مرض الجدري مربوط بالبعوض، والبعوض بنسبة 90% يتواجد في فصل الصيف، ولكن لا ننكر أن البعوض أيضا يتواجد في فصل الخريف، يتواجد في فصل الربيع، وأيضا يتواجد في فصل الشتاء. ولكن كما قلت أصدقائي، ظهوره بكثرة في فصل الصيف، لهذا اعتقد كثير من المربين أن الجدري مربوط بفصل الصيف. إذا خرج الصيف وطيورنا لم تصاب بالجدري فبإذن الله سيمر العام وطيورنا بصحة وسلامة، وهذا للأسف الشديد خطأ كبير جدا. مرض الجدري أصدقائي يجب أن نعرفه، كيف يأتي كي نقيمه ثم نقدم له العلاج. مرض الجدري يأتي عندما نترك طيورنا خارج الغرفة بدون حماية، فالبعوض في الليل طبعا يأتي يبحث عن الدم، سواء كان حمام، سواء كان كناري، سواء كان زيبرا، سواء كان ببغاء، سواء كان طيور حسون، كل المخلوقات حتى نحن البشر، يأتي البعوض في فصل في الليل كي يأخذ يعني غرضه من الدم ويتناول عشاءه كما نقول. لهذا أصدقائي، إذا أخرجنا طيورنا خارج الغرفة ثم تركناها بدون حماية، تأتي البعوضة وتحط على قدم الطائر أو تحط على عيني الطائر، كذلك تحط على منقار الطائر، فلما تغرس الإبرة وتمص دم الطائر تترك في هذا في ذاك المكان بكتيريا وجراثيم. هذه البكتيريا والجراثيم تدخل من خلال الجرح التي تسببت به البعوضة، ومن هنا تتشكل لدى الطائر حبوب صغيرة نراها يعني في الـ في الـ في, الـ في الأقدام، كذلك نراها في المناقير، وأيضا نراها في بين العينين. إذا لم نعالج الطائر سريعا هنا تتطور هذه الحالة وتكبر هذه الحبوب وتتعفن، لأن الجراثيم بدأت تشتغل في هذا المكان، ومن ثم ينتج حبوب كبيرة جدا. إذا كانت في الأقدام فالحبوب سوف تكبر وينجر عنها خروج دم وخروج أيضا نوع من القيح، وإذا كان في العينين تكبر الحبوب حتى تتسبب في تغميض عيني الطائر ولا يستطيع الطائر أن يرى، وأيضا تتراكم في المناقير ولا يستطيع الطائر التنفس. لهذا أصدقائي يجب علينا أن نأخذ التدابير اللازمة في كل الفصول، أصدقائي صيف خريف ربيع شتاء في كل الفصول، المهم نأخذ التدابير اللازمة. إذا كانت طيورنا سليمة نذهب إلى البيطري ونقول له أن يمدنا بدواء الجدري.
هذا الدواء الذي سيقدمه لنا البيطري يكون يعني في شكل سائل نقدمه لطيورنا، فتأخذ الطيور مناعة وتتحسن أجسادها بهذا الدواء، ويعني تبقى مدة سنة كاملة والطيور لها مناعة قوية ضد هذه الجراثيم وضد هذه البكتيريا. فعندما تأتي البعوضة ويعني تفعل فعلتها لدى الطائر، الطائر بإذن الله لا يضره شيء لأنه اكتسب مناعة من هذا الدواء الذي قدمه لنا البيطري. طبعا البيطري سيمدك بكل التفاصيل كيفية تقديم هذا الدواء ومتى تقدمه. إذا لم تأخذ هذا الدواء ويعني وقدمته كوقاية وقد صار ما صار، وكما نقول سقط الفأس على الرأس وطيورنا أصابها مرض الجدري، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة أصدقائي لنا طريقتين. الطريقة الأولى والصحية 100%، يعني أقصد بالصحية يعني التي تقدم نسبة 100% العلاج بإذن الله، هي ذهابنا إلى البيطري ويقدم ونطلب منه دواء الجدري. سيمدنا البيطري بالطريقة، هي طريقة نوعا ما طريقة يعني طريقة محترفين كما نقول، يمدنا بقليل من السائل نخلطه في الماء على ما أعتقد، وثم نجرح الطائر قليلا ونغمس قدميه في هذا الماء كي يدخل هذا الدواء إلى جسده. هذه الطريقة يفعلها الخبراء وليس المبتدئين، فلهذا تستطيع أن تحمل طيور إلى البيطري ويقوم البيطري بالعمل هذه الطريقة كي لا تسبب أنت الضرر لطيورك. والحالة الثانية أصدقائي هي حالة رائجة لدى المربين، آتت أكلها لكثير من المربين، وهي أن نأخذ دواء بيتادين، هذا الدواء الأحمر. سأريكم أصدقائي الدواء، طبعا عرفتموه، هذا دواء بيتادين يباع في الفارماسية في الصيدلية البشرية، هو دواء بشري 100% ولكن مطهر للجروح. طيب نأخذ دواء بيتادين ثم نأخذ قليل من القطن ونحاول أن نطهر الجروح والحبوب المتواجدة لدى الطيور، سواء كانت في المناقير بين العينين وفي الأقدام. في الأقدام لا يهم، نطهر جيدا، أما بين العينين وفي المناقير فيجب علينا الحرص وكل الحرص عندما نطهر هذه الحبوب. طيب عندما قدمنا دواء بيتادين وطهرنا المكان، الطريقة الثانية هي نأخذ مرهم يوسي ديرم. للأسف ليست لي هذا المرهم كي أريكم أمام الشاشة. يوسي ديرم كذلك مرهم يباع في الصيدلية البشرية. بعد تعقيم الجرح بالبيتادين نترك الطائر قليلا كي يجف هذا الجرح، وكما يعني قلت لكم أصدقائي يجب الحرص في دواء الطائر بين العينين وبين المنقار، يجب الحرص كل الحرص بهذا الدواء، دواء بيتادين. ثم نترك الطائر مدة 3 دقائق إلى 4 دقائق كي يجف هذا الدواء، وبعدها نأخذ مرهم يوسي ديرم. هذا المرهم مرهم جلدي يباع في الصيدلية البشرية كما قلت لكم، وبعدها نمسح الأماكن المتواجد فيها الحبوب سواء كانت بين العينين في المناقير في القدمين مدة أسبوع كامل، يوم بعد يعني يوم 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 مدة أسبوع كامل، وننظر النتيجة. إذا قدمت لنا هذه النتيجة وانطفأت الحبوب وانطفأت الجرح انطفأ ووجدنا تحسن لدى الطائر،
نعاود الكرة مرة أخرى ولكن برفق وب يعني قليل لا نكثر، كي لأن القاعدة تقول الشيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. وإذا لم نجد النتيجة فالحل الوحيد أن تأخذ هذا الطائر أو الطيور التي لم تستطع أن تتعالج بهذه الطرق، تأخذها إلى البيطري والبيطري سيقوم بالواجب. هنا أكون قد أكملت هذا الدرس، أعتذر أني قد أطلت عليكم، ولكن يجب علي تعريف المرض وكيفية التعامل معه كي نفهم ما هو الجدري. وبين قوسين قبل أن أختم، يجب علينا أصدقائي أن نحمي طيورنا في كل الفصول وخاصة في فصل الصيف، أن نحميها من البعوض. إذا أخرجناها خارج الغرفة كي تستنشق هواء نظيف وكي تستمتع بالبرودة قليلا، إذا غربت الشمس والطائر أراد أن ينام فيجب علينا إدخاله إلى الغرفة كي لا يأتيه البعوض ولا يمتص دمه، ومن خلاله سوف ينجر عنه هذه الحبوب التي تدريجيا ستكون مرض الجدري. من هنا أكون قد أكملت هذا الدرس، أتمنى أنه قد نال إعجابكم. في الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.